في حته في الصين باين حته بعد احنا مشينا كتير وحشتونا من ساعه البنزين ده جنوة ده جنوة بس من الناحيه الثانيه جنوة الحته الاولانيه بقى ايه حلوه خالص اللي ورا اليوتر ايوه لف معايا كده هات لي جنوة جنوة هات لي جنوة يا جماعه نهر جنوة العظيم مياهه النقيه الصافيه تحس نفسك في المنطقه طبعا من وراه مش عايز احكي لكم انتوا اكيد شايفين كل حاجه وفي هناك الجسم ده حاجه كده زي وسام السنه العظيمه في كميه كنايس على الجبال رهيبه وكميه اديوره رهيبه وكميه عرب رهيبه احنا في ناس عرب موجودين في المكان برضه اه فيعني المكان حلو فقط كل حاجه رهيبه اه وعايزين برضه نطلع على دي عشان دي رهيبه على دي ساعه كده رهيبة رهيبة يلا اطلع يا رامي بقى اطلع يا رامي امسك طب هقع كده لا هتقع كده اطلع بوشك امسك نفسك جامد ايوه وادي رامي يا جماعة خد لقطة الشجاعة وليه بوفيس وطالع في قلب شرجي كفاية اخر دقيقة في المنظر ده المنظر تحفه يا جماعه حقيقي يعني احنا هنا for a short time بس we don't want to leave فقلنا بس نحصركم قبل ما نمشي ان شاء الله بعد البنزين معلش يا جماعه معلش ان شاء الله باي باي